قضية الدولار أنا تكلمت بكل صراحة، قد أكون أنا الصريح الأكثر صراحة. دائما أقول بأن أمريكا شر مطلق، ولكن في هذا الموضوع هي مو حبا بالعراق، هي بغضا بالدول الأخرى، إيران، سوريا، أمور أخرى. خلنا نبتعد عن هاي الأمور، خلنا نجي للأصل. قالت لهم يا أخوان بدل ما تبوقون 350 مليار دولار هربت خارج العراق بأساليب قذرة، بأساليب أمور أخرى، بأساليب تذهب مواد وترجع بس أوراق، يا بهال 350 أنتم تبكون على العراق. العراق الزراعي ما بي زراعة، العراق الصناعي ما بي صناعة. هاي 350 مليار لو نصفها دخلت داخل سوق العمل العراقي كان من الممكن أن تشغل ما يقارب من 250 ألف عامل. هذا واحد. اثنين، يكون هناك اكتفاء ذاتي بالمواد الماسة للحياة، كأدوية، كأغذية، كأمور حاجات أخرى للسيارات، الأمور الأخرى، بعض الأمور من الممكن أن يستعين بها المواطن العراقي من ألبسة، من مفروشات، من أمور أخرى. وطنوها داخل بلدكم، ليش تطلعوها وتهربوها برا؟ صير فلل، تصير أرصدة، تصير مولات، تصير حدائق، تصير يخوت، تصير ذهب، تصير أرصدة في بعض البنوك بالدول المجاورة والدول الخارجية. أمريكا تقول لك أمريكا ما عندها مشكلة بقضية البوق، بس بوق وانتج داخل العراق، لا تبوق وتنتج برا، لا تبوق وتنتج تخلي أموالك برا، خليها يستفاد من الشعب العراقي. يعني أمريكا مو حريصة على قضية الشعب العراقي، لا تقول لك بوق ما يخالف، أنا شرع لك البوق، لأن هم أصلا عندهم مبيوق الدنيا. بس السرقات منتجة، السرقات الموجودة بالخارج تعم على أبناء الشعب العراقي كأيدي عاملة، كأيدي عاملة، كناتج محلي، كاكتفاء ذاتي، كازدياد نسبة الخزين من العملة الصعبة، أمور أخرى كثيرة جدا. لكن المتواجدين يخافون من قضية مهمة، تدري إذا بنا مصنع خلينا نقول بمئة مليون دولار أقل أكثر من أين لك هذا؟ فخذ هذا حتى ترضى، فبرا يطلعهن أفضل، يحميهن، يدفيهن ويدفن. هنا لا، هنا عليه متابعة ومراقبة، على الرغم من أن المال الحرام، المال الفاسد بعضه أو معظمه أو أقله محمي بحصانة سياسية وحصانة بعض الزعامات. تكلمنا على الكثير من أصحاب المصارف الذين كانوا لا يملكون شيء، وفي يومهم ما كانوا يستلمونه. اليوم مليارديرية، شنو اللي سووا لهم اياه؟ كل شيء ما سووا لهم. حسان خلينا اليوم هم معززين مكرمين، لا بعضهم من المقربين لرئيس الوزراء، بعضهم مقربين للاحزاب والحكومات العراقية المتعاقبة. بروح ابوك وقفنا هذه القضية اللي انت هسه قلتها، هي بها مفارقة تاريخية كبيرة. هسه طلعت قوات الاحتلال احن على الشعب العراقي واكثر حرصا من هاي قادة السياسات والزعامات اللي ما ادري شو يسمونهم. هيك صار اليوم الكلام؟ لا، انا قلت امريكا شر مطلق، ومو حبا بالشعب العراقي، ولكن بغضا بالدولار ان يذهب لاعداء امريكا. سمحت لهم ان يبقوا بالنتيجة يصب صالحنا، بس بالداخل لا تبقوا تنتجوا بالخارج. هو هذا ينتج لصالحنا، ينتج والا لصالح. وين كانت امريكا بال 350 مليار اللي هي قدرتها سرقت برا وكانت بمرأة ومعية الأمريكان؟ كان يرقون الدولار يذهب وين ما كان ويعلمون بيها السوية. هو الناطور ما يدري نعاجم أمريكا. هسا أنا راح أنطيك حقيقة تم الاعتراف بها هنا في هذا البرنامج. رؤساء الحكومات كلهم وليظهروا على شاشات التلفزيون يقولون الأمريكان ما بلغونا من 2014 إلى اليوم أنه أموالكم تهرب. خلي واحد يطلع من عندهم، من العبادي للكاظمي العادل عبد المهدي، خلي يطلع واحد يقول أنا ما تم تبليغي. ليش هالعمات العين هاي؟ هالسعوف الأمريكان. أنا صار لي بالقنوات ما يقارب أكثر من 12 سنة أقول بين الأموال العراقية تخرج من الخارج على أساس أن تجيب بضاعة للمواطن العراقي، 25% من عدها يرجع بضاعة و75% منها يسرق ويحول إلى فيلن. أنا راح